السلام عليكم اخوات، كنتمنى لكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم تطبيق الواحد تدراس، كيجي زوين في جليلبات وقفطنات حتى في الحواف ديال بعض الفولارات. من فولار عادي كتحولها فولار راقي. كنتمنى يعجبكم وتطبقوه. فهاد التطبيق غنحتاج هاد جوج ديال الانواع: العقيق الاخضر رقم 4 والعقيق الذهبي رقم 1. دائما لنا نوع جيد. هنا كناخذ الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات والابره رقم 9 وكنثبتهم وكنثبت الحرير على الثوب بهذه الطريقه، وكناخذ العقيق بهذا التسلسل. كناخذ جوج العقيقات صغارين، واحده كبيره، واحد العقيقه صغيره وواحده كبيره، و10 ديال الصغارين وواحده كبيره. هنا كنجن هذه العقيقه الرابعه وكنخشي فيها العقيقه بهذه الطريقه المبينه في الفيديو هكا، وكنجبد. تطلع لي هذا الشكل. دابا كناخذ واحد العقيقه كبيره وجوج العقيقات صغارين، وكندير الغرزه في الثوب. كنخلي الحرير مرمي للاعلى وكندير غرزه. هنا كناخذ العقيق بهذا التسلسل، جوج العقيقات صغارين، عقيقه كبيره، عقيقه صغيره، عقيقه كبيره، عقيقه صغيره، وكنجن العقيقه الثانيه هنا وكنخشي فيها الابره هكا. دابا كناخذ 8 ديال العقيقات صغارين، واحد العقيقه كبيره هكا، وكنجن هذه العقيقه هذه اللي في الوسط وكنخشي فيها الابره. هنا كناخذ واحد العقيقه كبيره وجوج العقيقات صغارين، وكندير الغرزه في الثوب. كنحاول نحافظ على نفس المسافه السابقه. ثاني هنا غنبقى ماشيه بنفس الطريقه. غادي ناخذ جوج العقيقات صغارين، عقيقه كبيره، عقيقه صغيره، عقيقه كبيره، عقيقه صغيره، وكنجي العقيقه الثانيه وكنخشي فيها الابره. ثاني كندير 8 ديال العقيقات صغارين، كنحافظ على نفس العدد ديال العقيقات، وكتطلع بسرعه وكتجي ساهله وراقيه. كنتمنى تعجبكم وتطبقوها.